السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو مركز تجتمع منه من الرسيكة حدنا نبقى على النارد نار طبعا يا ما تعال 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 نار طبعا يا ما معنا فنك ومش قلت لكم كل يوم انا اعمل معاك حلقات جديدة ودي الحلقات الجديدة غالية يا جماعة المسجد بتاعه هفتح لكم بسكوك بس انا واخد في الرجل واخد في الايد احنا بنقدر نمسكه كده كل اللي في ايدك الهوا لازم كاتب اللي في رجلي كسر الموز هو بيحب اللي فيه شوكولاته ويرمي الساده شوف مسكوتك اهو بص الطعم بتاع فلفل طعم فلفل هو الفلفل ولبس بتاعه كمان ده انا عاملين عند الخياط وهدومه حلوه الصراحه اللي عنده اي كوم اي حاجه يجيبه يجيب له هدوم كلت بسكوت ده هو بياكلوش لعزته فيه بيلعز الشوكولاته بسكوته ضاعت منك يا فاهم راحت فين بسكوت ايه بسكوت ايه انزل ناخد اهي اهي بس متعلقة فوق يا عبدين انا عشان نعمل مع اكسور شوف السلة ازاي كفاية كده وبقى نجيله بسكوتة شوكولاتة شوكولاتة خد بقى بسكوتة بتاعها باي باي تعملوش كاكل كفاية قص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته